يعني المات عدى فيديو يعني الجبر وجيومتري برضه كليب والنبي يا نرمين وحياة ربنا مش جايب مواد خالص يا رب انت اللي عالم بيا والله العظيم الحمد لله وحياة ربنا والله اسكت سكت شكر وحياة ربنا يا حبيبتي وهتعملي ايه في الثانوية يا حبيبتي؟ مش عارف لا كان حرق دمي والله العظيم وقفت رجالة مبروك لمصر ولولادها والله وعملوها الرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا ووقفوا وقفت رجالة مبروك لمصر ولولادنا الكل طاير من الفرحة ومصر لابسة في الاعداديه الحمد لله انا يعني دي من عند ربنا والله العظيم عشان ربنا عالم بحالي وربنا عالم بحالي السنه كلها وعقبال اخته يا رب في ثانويه عامه عشان اخلص بقى يا رب هو ما كانش بيذاكر كويس لا كان بيروح عليه نومه وصحيه قبل الامتحان بربع ساعه فتخيل ده ممكن كان ينجح ازاي وكان بياخد دروس خصوصيه كتير كان بياخد في كل حاجه كان بياخد في المات وفي الفرنسي وفي السيانس تمام بس الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الف مبروك